اليوم بمؤسسة مشوار للتدريب وتطوير، المؤسسة التي يديرها مجموعة من المهندسين العاملين في القطاع النفطي بصورة تطوعية. لله الحمد نجحنا باستضافة طلبتنا من جامعات بغداد، الموصل، التكنولوجية وذي قار والبصرة لإعدادهم ضمن فترة التدريب الصيفي التي تمتد لمدة شهر كامل بتاريخ 1/7 إلى 1/8. اليوم رسالتنا هي رسالة سلام ورسالة محبة، فأطلقنا برنامجنا اللي هو ستارت اب اكسشينج بروجرام، البرنامج الذي يجمع هؤلاء الشباب من مختلف محافظاتهم، بالإضافة للجانب التقني الذي نقدمه مجانا والذي يعطى بآلاف الدولارات بالشركات. نحن اليوم لدينا رسالة أننا أبناء البلد الواحد، هذه المدينة مدينة البصرة هي مدينة للكل، مدينة للجميع بمختلف مسمياتهم، مختلف طوائفهم، مختلف لهجاتهم. صراحة فرصة عظيمة لكل طالب أنه يجي بهذا البرنامج، تعلمنا هواي شغلات، تعلمنا التبادل، تعلمنا هواي ثقافات، التبادل بيناتنا احنا كطلاب يعني صار خليط ميكس كلش حلو بصراحة من جميع العراق، احنا هنا كلنا عراق مصغر بهذا البرنامج. احب اشكر ستارت اب، احب اشكر عائلة ستارت اب، الكادر. فهذه المبادرة ايجابية، الهدف من عندها هو نهضة الشباب، هو خلق جو من الفرح، هو التعرف على الآخر اليوم، لأنه كثيرين من عندهم ما داخلين كنيسة ولا مرة، التعرف على المناسبات الدينية المسيحية، على تاريخ الكنيسة في الجنوب اللي يمتد إلى 1750 سنة، وأيضا تقوية أواصر الأخوة والمحبة والتعارف ما بيناتهم في هذا المكان المقدس، لأن هذه الكاتدرائية بنيت سنة 1930 على اسم مريم العذراء، ومريم العذراء كما نعلم مذكورة عشرات المرات في القرآن الكريم، وهذا يجمعنا مع الأخوة المسلمين في الصلاة لها وصلاة لله الآب السماوي أن يحرس العراق، أن يبارك العراق، وأن ينهض بالعراق وبشعبه. زيارة من قبل الطلبة، الأخوة المسيحيين اللي جاءوا بوفود طلبة من الموصل وكركوك وبغداد، حتى إضافة إلى العلم والتدريب اللي راح يتلقونه في جامعة البصرة، أيضا يشاهدون ما عليه جامعة محافظة البصرة بصورة عامة والجامعة خاصة من تآخي وتلاحم بين الطوائف والأديان كافة. حضرنا هنا مع الأخوة وأقمنا قداس أو أقاموا قداس في هذه المناسبة، كان فتشي رائع وجميل، عكس الصورة الجميلة للأخوة المسيحيين والتحامهم بالشعب العراقي.